يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة مهمة النهاردة، كلام كتير جدا جدا بالتحديد عن نادي الأهلي وانتصار الأمس أمام فريق الإنتاج الحربي. انتصار كان مهم جدا وكواليس كتير تتعلق بهذه المباراة وما بعد كمان هذه المباراة. كلام هيكون عندنا على مدار حلقة النهاردة من الترند. كمان هنتكلم على بعثة مصر في طوكيو، أولمبياد طوكيو النهاردة، أول ميداليتين برونزيتين تحديدا لمصر. أخيرا حققنا ميداليات النهاردة في اليوم الثالث، وحاجة جميلة جدا وحاجة تشرف قوي، هنتكلم أيضا عليها بتفاصيل كثيرة في جزء من أجزاء حلقة النهاردة. فبالتالي حلقة كلها مهمة، لكن الأهم تواصل حضراتكم دايما معانا من خلال سؤال الحلقة، وهو بيتعلق بمباراة الأمس وعقب انتصار الأهلي على الإنتاج الحربي. إيه الرسالة اللي انت حابب توجهها للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل المباريات الحاسمة في بطولة الدوري؟ بطولة مهمة جدا إن شاء الله بإذن الله أفضلية لحد دلوقتي لينا، ونقدر نحافظ على الأفضلية دي لحد نهاية البطولة ونتوج رسميا ببطولة الدوري. بس الموضوع لسه عايز شغل كتير جدا وإصرار وعزيمة وجدية على مدار التسع مباريات المتبقية. هناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال تواصلكم على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد. البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي، تسع مباريات متبقية، الدوري أهلي، الفريق راح اليوم واستأنف تدريباته غدا، أما في الترند الأولمبي هدايا ملاك وسيف عيسى، فرحة مصر في طوكيو، شرفتونا. طيب، يعني كلها أمور مهمة جدا، وحديث هيكون أكثر أهمية بعد الفاصل. بالتحديد هنبتدي بالنادي الأهلي وكل الأمور اللي بتتعلق بالمنافسة المحتدمة على بطولة الدوري هذا الموسم بعد الفاصل. استنونا. بنقول إن لازم نفضل ورا الفرقة وندعم ونساند ونشجع، لا بنقول أصل إحنا لو خسرنا الأهلي ممكن مش عارف يخسر الدوري، لا مش ده المطلوب مننا. إحنا مطلوب مننا الدعم، مطلوب مننا نفضل ورا الفرقة، مطلوب مننا ان احنا ما نجرحش في لعبتنا. ليه بقى؟ لاسباب كتير قوي والله. يعني الوحوش دول لعيبه النادي الاهلي، حتى هم في اسوأ مستوياتهم، بس لما تيجي تبص كده للمجمل بتاعهم، تبص لمشوارهم مع الاهلي، هتلاقي ان هم عندهم رصيد، والرصيد كبير جدا. فلما يدوك ماتش ولا اتنين ولا حتى خمسه بشكل وحش او باداء سيء، لازم تعذرهم. الاهلي لعب كام ماتش السنه دي؟ الأهلي لحد دلوقتي لعب 43 مباراة في مختلف البطولات، ولسه عندك 9 مباريات في الدوري، ولسه عندك بعض المباريات في كأس مصر بإذن الله تعالى، ولسه عندك السوبر المصري ما تلعبش. فأنت أكتر نادي في مصر وفي أفريقيا بيلعب ماتشات، فطبيعي جدا أنت مش هتفضل طول ما أنت ماشي بتلعب بأداء كويس ونتيجة كويس، أداء كويس ونتيجة، مفيش كده في الكورة. لازم هيحصل لك دروب كلعيب، كفرقة، كجهاز فني، لازم في بعض الماتشات مش هتبقى موفق فيها. واحنا برضو لازم نكون متفاهمين كده. انا عارف ان الاغلبيه العظمى من جمهور النادي الاهلي متفاهمين جزئيه زي دي وبشكل كبير جدا، لكن في البعض القليل جدا اللي فاكر ان هي شطاره لما يقول لك ايه اللعيب ده مش نافع، ده يا عم ما بيعرفش يرفع، ده ما بيعرفش يعمل ايه. يا راجل انت جاي تكتشف مثلا حاجه زي كده دلوقتي بعد ما هو كان لعيب جامد جدا عمال تشيد بيه، هل ده منطق؟ لا، احنا دورنا يا جماعه ان احنا نفضل ورا الناس دي لغايه لما الموسم يخلص. احنا لحد دلوقتي الناس دول عملوا لنا ايه؟ فرحونا ببطوله دوري ابطال افريقيا. هل بطوله دوري ابطال افريقيا بطوله عاديه؟ بطوله ملهاش لازمه؟ لا طبعا، اهم بطوله ليك في الموسم، كسبتها الحمد لله موجوده عندك، متفق جدا معاكم ان احنا عايزين كل البطولات، هو ثقافتنا كده، احنا ناس طماعه، احنا ناس ما بنشبعش، ما بنتعشاش بطولات، احنا كده، احنا عايزين نكسب كل ماتش. متفاهمين قوي موضوع زي ده، لكن في نفس الوقت لازم لما الاقي لعيبتي انا مستواها مش في التوب فورم بتاعهم، مش في احسن حالاتهم، لا يلاقوني انا في ظهرهم، يلاقوني انا بشجعهم. اسوأ واحد فيهم في الماتش لازم يحس ان جمهور الاهلي وراه، لان ده في مصلحه النادي في الاول وفي الاخر. ما لناش مصلحه مع اللعيب غير ان هو يفرحنا، غير ان هو يحقق لنا اهداف، احنا عايزين منه كده بس، مش عايزين منه حاجه تانية. فلما يقع له ماتشين ولا ثلاثه يا عم ولا حتى سته عادي،
مفيش مشكله طالما النتيجه بتتحقق في الاخر، طالما المشوار ما انتهاش، طالما انك ما خسرتش بطوله. هل معنى كلامي ده بقى ان انا بقول لك اوعى تنتقد حد من لعيبه الاهلي؟ لا يا سيدي، انتقد طبعا، انتقد. مفيش حد فوق النقد، اي حد ينتقد انتقاد يكون بناء ومحترم، تمام، ويساعد اي لاعب، او خلينا نتكلم على الفريق ككل، يساعد الفريق ككل في استعاده مستواه. انت خارج من طول دوري ابطال افريقيا، معترك صعب جدا على المستوى الفني والبدني، طبيعي ان انت مستواك هيقل شويه، طبيعي ان انت يكون عندك ثقه زياده في نفسك شويه. لكن ماتش زي بتاع امبارح ده هو اللي يرجع لك بقى، يرجع لك مستواك، يرجع لك تركيزك، وده امر مهم جدا، تركيزك الذهني في الملعب، تركيزك الفني اللي يساعدك في انك تكسب كل الماتشات. في كل الاحوال، في كل الاحوال احنا ماشيين بشكل كويس في بطوله الدوري، في كل الاحوال احنا عندنا الافضليه. وعايزك تحط في الاعتبار وانت بتنتقد او انت بتشجع ان الاهلي عنده 6 لعيبه مع المنتخب الاولمبي. ادي رقم 2، الاهلي فقد السنه دي ما يقرب من 9 نقاط بسبب الايه؟ التحكيم، وده كان امر واضح جدا. ماتش بيراميدز مش هنقعد بقى نعيد ونزيد فيهم، احنا كلنا حافظين، مش احنا بقى كجمهور اهلي بس، لا كل جماهير الانديه كلها عارفين الاهلي اتظلم السنه دي تحكيميا. عندك ماتش بيراميدز جون اتلغى، ماتش وادي دجله ضربه جزاء ما اتحسبتش، ماتش البنك الاهلي الدور الاولاني جون ايمن اشرف اتلغى، ماتش المحله طرد للمدافع على المحله ما خدوش وكان ممكن تكسب وتاخد 3 نقاط، كذا كذا حاله تحكيميه اثرت في مشوارك. تخيل انت الامور دي مشيت بشكل طبيعي كان زمانك فارق على الزمالك كتير دلوقتي، وكان زمانك حسمت الامور زي كل سنه. نادرا قوي لما بيبقى في منافسه مع نادي الزمالك، هل ده تقليل من نادي الزمالك؟ لا طبعا، بس هو ده الواقع، ده اللي بيحصل. ففي كل الاحوال احنا بنتمنى خلال الفتره اللي جايه من المسؤولين في اتحاد الكوره ان يكون في تكافؤ فرص ما بين الفرقتين الكبار جدا اللي بيتنافسوا على بطوله الدوري، كل فريق ليه احترامه وتقديره، ده امر مفروغ منه. ازاي بقى يكون في تكافؤ فرص؟ انت ضغطت على الاهلي في عدد ماتشات ورا بعض، 19 ماتشات ورا بعض اتلعبوا، في المقابل انت بتريح نادي الزمالك في بعض المباريات وبتديله فتره راحه غير مطلوبه وبتحاول تساعد الزمالك بشكل او باخر. فانا عايز اقول رساله للناس يعني بالراحه وبهدوء كده، انتوا يا جماعه لو عندكم نيه ان انتوا عايزين تغيروا شويه، بدل ما الاهلي بياخد الدوري كل سنه تدول الزمالك، قولوا لنا نبقى عارفين كده عادي، عندنا منه كتير جدا الدوري ده، عندنا 42 دوري. هنبقى زعلانين لان احنا متعودين على البطوله دي، لكن في نفس الوقت خلينا صرحه مع بعض، يعني لو في نيه ان انتوا تدوا الدوري للزمالك ادوهوله، والف مليون مبروك لجمهور الزمالك، بس قولوا لنا، ما يبقاش بالطريقه دي. لان بصراحه موضوع كمان ان الزمالك الناس معسكره، عاملين معسكر في في في, في اسكندريه في برج العرب، فطلبوا ان هم يلعبوا الماتش اللي جاي ليهم هناك مع غزل المحله في اسكندريه، لان الماتش اللي بعده مع الاتحاد في اسكندريه، فبدل ما يروح ويرجع ويعاني نفس المعاناه اللي عاناها النادي الاهلي على مدار عدد كبير من المباريات الفتره اللي فاتت، ومباريات كلها كانت مضغوطه كل يومين 3 ماتش، ها لا احنا نريح الزمالك. على راي مسؤول من مسؤولي نادي الزمالك ان الراجل في اتحاد الكوره ما بيقولناش لا على حاجه، فواضح الكلام واضح اهو، هم فعلا في مساعده لنادي الزمالك. فيا جماعه خلينا كده ايه واضحين مع بعض، لو في نيه ان الزمالك ياخد الدوري قولوا، مفيش مشكله خالص عادي، مش هياثر النادي الاهلي في حاجه طالما في وضوح يعني وفي صراحه في الامر. فدي نقطه مهمه، نتمنى بعد اذنكم، بعد اذنكم، حياديه وتكافؤ فرص فيما هو قادم من ماتشات للزمالك وللاهلي. ما بقولكش يا عم تعالى مع الاهلي على الزمالك، ولا تيجي مع الزمالك مع على الاهلي، الاهلي مش محتاج حد يساعده خالص، الاهلي بيكسب بعرقه، وده اللي احنا متعودين عليه وعارفينه على طول على طول. واكبر دليل ان بعد الفار لما دخل مصر في حالات كتير جدا جدا اتحسبت على الاهلي، ولما رجعنا للفار انصف النادي الاهلي فيها. ففي كل الاحوال الاهلي مش محتاج حد يساعده، بس الاهلي محتاج عداله، سواء تحكيميه او عداله كمان اداريه في اداره المباريات وتنظيم المباريات وكلام من ده. الجزئيه الثانيه، الناس تقول لك ما هو اتحاد الكوره اجل ماتشات للاهلي عشان افريقيا، يعني حضرتك دلوقتي لا وبينتقدوا كده كمان، يعني حضرتك دلوقتي عايز ان الاهلي بيلعب في اقوى بطوله في افريقيا دوري الابطال، ما تاجلوش ماتشات؟ لا تعقد له الدنيا يعني، ما يلعبش افريقيا طب ويجي يلعب عندك في الدوري؟
انت شايف هو ده الصح يعني ولا انا مش فاهم؟ الاهلي اتحاد الكرة مش بيساعده، احنا لازم نعدل المفهوم ده، لان البعض عنده يقين بكده من غير اي دليل. الاهلي محدش بيساعده، بل بالعكس الاهلي هو اللي بيساعد اتحاد الكرة. والله احنا كاهلي ممكن كان جدا جدا يعني الاهلي يقول لك لا انا مش هدي اللعيبه بتاعتي للمنتخب الاولمبي. مش بقول الاهلي كان هيعمل كده، لان عمر الاهلي ما كان هيعمل كده، لان دور الاهلي الوطني معروف يعني. مصر فوق اي حد، البلد فوق اي حد، المنتخب فوق اي حد، انا بقول لك كده هو من خلال شاشه قناه الاهلي. لكن في نفس الوقت لو هتيجي تتكلم قانونيا، الاهلي كان ممكن ما يوديش لعيبه المنتخب الاولمبي، زي ما مصطفى محمد ما راحش جلاله تصاري ما رضوش، زي محمد صلاح ليفربول ما رضوش ان هم يودوه المنتخب الاولمبي رغم ان هم ما عندهمش ماتشات رسميه، هم بس بيستعدوا للموسم الجديد. لكن الاهلي عشان بيساعد المنتخب وبيساعد الاتحاد المصري لكره القدم، فبالتالي قال خلاص ما فيش مشكله طبعا يروح، ده هدف وطني اسمى واهم بكل تاكيد. لكن ما تحاولش بقى انت تعكس الصوره وتبين ان الاتحاد بيساعد الاهلي، لا طبعا، ده تصريحات رسميه من مسؤولين في نادي الزمالك قايلين ان الناس بيساعدونا في اتحاد الكوره. فاحنا بنتمنى يا جماعه خلال الفتره اللي جايه ان الامور تبقى منظمه بشكل اكبر من كده، وما بقاش فيه تحيز لنادي عن الاخر، لان بصراحه الامور غريبه جدا وحاجه كانت واضحه منتهى الوضوح. في كل الاحوال خليني اعرض لحضراتكم المباريات المتبقيه للاهلي والزمالك في بطوله الدوري، لان ده امر مهم. احنا مركزين دلوقتي في ماتش، ومركزين ان شاء الله باذن الله في فرقتنا ان هي كل ماتش يقدروا يفوزوا بيه وياخدوا 3 نقاط علشان تقدر تحقق هدفك. اول حاجه تعالوا نبتدي بالاهلي. الاهلي عنده اسوان في بتروسبورت، المباراه بتاعت اسوان وهتتلعب في بتروسبورت. انت هتقول لي طب وليه ما راحوش اسوان؟ هقول لك لان هناك الاستاد مش جاهز، فبالتالي الماتش هيتلعب في بتروسبورت، واسوان اصلا هم عايزين يلعبوا هنا في القاهره، فدي حاجه ما تخصش النادي الاهلي. بعد كده عندك وادي دجله في القاهره، وبعد كده عندك سيراميكا في القاهره، وعندك الاسماعيلي في اسكندريه، تمام، وانبي في القاهره، وطلائع الجيش في السويس، والمصري في اسكندريه. بص الماتشين دول ورا بعض صعبين جدا، المصري في اسكندريه والجونه في الجونه، واسوان اخر ماتش ده هيكون في القاهره. في المقابل نادي الزمالك ناقص له مين؟ ناقص له 7 مباريات. افتكرت بصراحه تصريح كابتن سيد امبارح. 7 مباريات، قال لك ايه؟ غزل المحله في اسكندريه، الاتحاد السكندري في اسكندريه، الاسماعيلي في الاسماعيليه، وادي دجله في القاهره، سيراميكا في السويس، والانتاج في القاهره، والبنك الاهلي في القاهره. دي المباريات المتبقيه للاهلي والزمالك في بطوله الدوري. الاهلي ناقص له 9 مباريات والزمالك ناقص له 7 مباريات. ففي كل الاحوال احنا عايزين نكون متاكدين في حاجه، بس قبل ما اطلع فاصل يعني في جزئيه مهمه عايز اقولها. عايزين نكون متاكدين من حاجه، ان احنا عندنا فرقه جامده جدا. عندنا لعيبه مميزه جدا، وانا عايز اخص بالذكر بالتحديد محمد هاني. لان محمد هاني بيواجه عدد من الانتقادات الغير طبيعيه. وانا بستغرب قوي الناس اللي ممكن سواء بقى فنيين اعلاميين او بعض الجماهير اللي ممكن يقول لك ايه اصل محمد هاني وحش قوي الماتش. انا هو انا بقول لك محمد هاني كويس؟ لا، بس في نفس الوقت محمد هاني رجع من اصابه طويله. محمد هاني ده اللي عمل كاس عالم محترم جدا. محمد هاني ده اللي ساهم في بطولات الاهلي على مدار السنتين اللي فاتوا بشكل بارز. محمد هاني ده اللي شال الفرقه بعد ما احمد فتحي مشي. لعيب كبير عنده شخصيه كبيره، ابن من ابناء النادي الاهلي. فانا دوري انا دلوقتي ان انا اساند محمد هاني كمشجع للنادي الاهلي. مش شطاره مني ان انا اطلع اقول ده ما عندوش فكره، ده ما بيعرفش يلعب. لا، انا مش كده بثبت اهلاويتي، لا خالص. لازم اكون منطقي في النقد وابص لمستوى اللاعب قبل كده كان عامل ازاي. دروب حصل او اتنين مفيش مشكله خالص. فده امر مهم. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل حديث عن مباراة الأمس، وفي جزئية بالتحديد كده عايز أعلق عليها، بس بعد الفاصل استنونا. مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. كان في زمان فيلم اسمه مطاردة غرامية، فاكرينه طبعا، فيلم لذيذ جدا للأستاذ والفنان الكبير عبد المنعم مدبولي لما كان بيجسد دور دكتور خشبة، وجاله واحد عايز يخلص من عقدة،
فدكتور خشبة قال للواحد ده، قال له ايه؟ قال له طول ما انت كده قاعد قول انا مش قصير، انا طويل وايه، انا مش قصير، انا طويل وايه كده، فاهمين؟ لغاية لما يعني ابتدى يخلص من العقدة وهو خارج من العيادة، راح قال له ايه؟ قال له يا ابني اسكت انت ساكت ليه ما تقول؟ قعد يقول تاني، زاد 5 سنتي على رأيه يعني. ففي كل الأحوال الموقف ده فكرني بموقف واحد الأهل يعمل له عقدة مش طبيعية، ربنا يسامحك يا قفش، ربنا يسامحك يا ابني، طول ما هو ماشي عمال يقول القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، طول ما هو ماشي اي جون في يجي في الدوري بقى لا اهلي ولا زمالك ولا اي حد يقول لا القضيه ممكن القضيه، يا عيني اتعقد، يا عيني اتعقد من يوم 27/11 السنه اللي فاتت لحد دلوقتي، هو كل شويه على اي جون يجي في الدوري، سواء بقى جه في الاهلي او الاهلي جابه او الزمالك جابه او الاسماعيلي، اي حد يجيب اي جون يقول لك القضيه، هي دي القضيه ممكن. فده ان دل يدل على ايه؟ يدل على انه اتعقد من الجون ده، وهو بيحاول ان هو يقلل من قيمة الهدف ده، ومش هينجح ولا عمره هينجح، لان قيمة الهدف ده معروفة، هدف مش هيتكرر، هدف تاريخي، هدف القرن في نهاية القرن، هو فعلا قضية قضى على حاجات كتير جدا، الجون ده قضى على حاجات كتير جدا وأثر على نفسية الشخص ده بشكل كبير قوي قوي قوي، يعني خلاه عنده عقدة من الاهلي، هي كده عقدة كده كده موجودة عنده، وعقدة من الهدف ده بدليل ان هو عامل زي ما الدكتور خشبة قال للراجل اللي جاله، قول انا مش قصير انا طويل، انا مش قصير انا طويل، هو طول ما هو ماشي عمال يقول لك ايه القاضية ممكن القاضية ممكن. فحاجة بصراحة غريبة جدا يعني. في كل الاحوال، في كل الاحوال انا حبيت اتكلم في الحتة دي ليه؟ عشان تبقوا فاهمين وتبقوا عارفين ان ماتش للاهلي بمستوى قليل او بنتيجة سيئة ما يقللش اطلاقا من الفرقة دي، لان الفرقه دي اديكوا شفتوا عملت ايه في واحد مثلا من الناس، الفرقه دي جابت بطولات قد ايه للاهلي، الفرقه دي بشخصيه كبيره جدا تتناسب مع شخصيه النادي الاهلي، فاحنا مستنيين منهم المزيد والكتير خلال الفتره اللي جايه، بطولات اكتر باذن الله يحققوها لجمهورهم اللي دايما في وراهم ودايما بيدعمهم ودايما بيسندهم. دي جزئيه مهمه. خلينا نتكلم في حاجه جديده احنا عاملينها لحضراتكم النهارده، وهي خاصه بان احنا خلال الفتره الجايه يوم او يومين في الاسبوع كده فقره جديده، ابرز التعليقات على مباراه للنادي الاهلي من على السوشيال ميديا، من خلال جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا بعد ما المباراه دي انتهت، ايه ابرز التعليقات اللي اتقالت. فخلينا نبتدي بمباراه امبارح ونعرض ابرز التعليقات بعد فوز الاهلي على الانتاج الحربي. نبتدي التعليق الاولاني، قال لك روح الفانيلا الحمراء شيء لا نفقده ابدا، طبعا ده امر معروف. التعليق الثاني، الدوري اهلاوي ان شاء الله باذن الله واحد احد الاهلي يفوز ببطوله الدوري. المحنه اخرها فرح، تخيل جمهور الاهلي بيصور التعادل ومكسب صعب بالمحنه، يعني شوف هي دي الثقافه وهي دي العقليه اللي منجحه منظومه النادي الاهلي دايما، انت في اسوأ احوالك وانت بتكسب لا احنا شايفين ان دي محنه، لا مش هو ده الاهلي، فدي حاجه كبيره جدا. روح عزيمه اصرار، الدوري للابطال باذن الله، طبعا خلينا نتفق ان المنافسه صعبه جدا مع نادي الزمالك. بعد جون باليا طبعا قال لك ملوك الدقيقه 90، بقى لنا فتره ما كناش بنحرز هدف بعد الدقيقه 90، فرجعنا للعاده الاساسيه بتاعت لاعبي النادي الاهلي. احتفالات واجواء دوري 2019 ربنا يكملها على خير، في اشاره لهدف جيرالدو في سموحه لو تفتكروا، هدف كان مهم قوي وساهم بشكل كبير في فوز النادي الاهلي بدوري 2019، ان شاء الله كمان هدف بواليا امبارح يكون احد الاسباب الرئيسيه في فوز النادي الاهلي بالدوري السنه دي. اخر تعليق هنقراه، قال لك لا تامن غدر الاهلي حتى صفره الحكم، ده امر معروف بالنسبه للجميع ومتعودين عليه من خلال النادي الاهلي على مدار التاريخ. دي فقرة جديدة حبينا ان احنا نعرضها لحضراتكم النهاردة، وان شاء الله هنحاول نخليها تبقى مستمرة معنا خلال الفترة اللي جاية، لان مهم جدا ان احنا دايما نكون متواصلين مع جمهور النادي الاهلي في كل مكان عبر السوشيال ميديا. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، استنونا. اهلي انا اصل اللعبة دي، اهلي والكورة الحلوة هي، اهلي انا عاشق للبطولة، انا قد المسؤوليه.
هدايا ملاك وسيف عيسى أبطالنا في طوكيو النهاردة فرحونا ورفعوا اسم مصر وشرفونا من خلال ميداليتين برونزيتين مهمين جدا، وهي بداية لميداليات مصر في أولمبياد طوكيو. أبطالنا ناس يفرحوا، حاجة منتهى الإصرار والعزيمة ومنتهى الثبات كمان. وبالتحديد أنا عايز أتكلم على هدايا ملاك في الماتش بتاعها. الماتش كان صعب شوية مع بطلة أمريكا، الشوط الأول أو الجولة الأولى كان في تقدم لهدايا، وبعد كده أو لا الجولة الأولى كان تعادل 2-2، وبعد كده الجولة الثانية كان في تقدم لبطل أمريكا، وبعد كده الجولة الثالثة في الآخر عدد من النقاط المتتالية اللي بمنتهى البراعة والتميز من هدايا، واللي من خلالها قدرت ان هي تفوز بالبرونزية. فده ان دل يدل عنها عندها ثبات انفعالي مميز جدا، ان انت خلاص بتحس ان انت هتخسر فممكن خلاص تفقد تركيزك، لا التركيز لحد اخر لحظة بتلعب وبتكسب بتجيب ميدالية. تاني ميدالية ليها على التوالي بعد 2016 كانت ميدالية برونزية برضو، فالف مليون مبروك ليها. كمان سيف عيسى عمل مباراة كبيرة جدا وكسب بطل النرويج باكتساح على مدار الثلاث جولات، وحاجة منتهى الفخر بصراحة، فرحانين بيهم جدا جدا. وبداية لميداليات إن شاء الله نتمناها خلال الفترة اللي جاية، بعد من اليومين اللي فاتوا كنا كل شوية نسمع فلان ودع فلان ودع فلان ودع، فلازم نشيد بيهم كل الإشادة ونشكرهم ونتمنى لهم دايما الرب التوفيق، ونتمنى المزيد من الميداليات لبلدنا الغالية مصر في أولمبياد طوكيو. شرفتونا وأسعدتونا بصراحة. طيب خلينا بقى نتكلم على ايه كمان، نتكلم على الترتيب بتاع مصر دلوقتي في جدول الميداليات. عندنا ميداليتين في طوكيو لحد دلوقتي، بنحتل المركز الكام؟ المركز 42، المركز رقم 42 في الترتيب في طوكيو 2020. نتمنى احنا متساويين دلوقتي مع مين؟ مع تركيا واوكرانيا ومنغوليا. نتمنى ان احنا ان شاء الله باذن الله خلال الأيام القادمة نقدر نحصد المزيد من الميداليات، هتبقى حاجة كويسة. يعني مش بنقول إن احنا هنجيب عدد كبير، لكن بس على الأقل يبقى حاجة كده يعني كويسة وتشرف مصر. النهاردة كمان منتخب اليد خسر في تاني ماتش ليه بعد ما كسب البرتغال، خسر من الدنمارك. المباراة طبعا كانت صعبة، نتيجة واقعية، بتلعب الدنمارك أقوى فريق في العالم، بطل العالم في البطولة الأخيرة اللي كانت في مصر، فبالتالي منطقي شوية انك تخسر، لكن انت لسه عندك فرص كبيرة انك تقدر توصل لأبعد مدى في الأولمبياد. وانا بثق جدا جدا بصراحة، وكل الشعب المصري بيثق في المنتخب ده والجيل ده في كرة اليد تحديدا، نتمنى لهم كل التوفيق. تعال بقى ايه، تعال بقى المنتخب كرة القدم الأولمبي، لان بصراحة يعني، وانا مش عايز انتقد لان لسه عندنا فرص ان احنا نتأهل، تكسب استراليا بكرة ماتش الساعة 1 الظهر بتوقيتنا احنا، تكسب تستنى اسبانيا، تكسب الارجنتين بإذن الله تصعد، ده أمر مهم. لكن في كل الأحوال، لأن أنا كنت بتابع لقيت البعض يعني من الجمهور، البعض من الإعلاميين بيقول لك لا احنا لازم نبقى واقعيين ولازم نلعب كرة واقعية ولازم ندافع، احنا لو لعبنا قدام اسبانيا مباراة مفتوحة هنشيل. يا جماعة دي مش كورة. طب ما انت اديك اتعادلت مع اسبانيا، ماشي حلو، نتيجة ايجابية، لعبت نفس الطريقة مع الارجنتين، ها كسبت؟ لا خسرت برضو. طب انهي الافضل؟ بالراحة كده، انهي الافضل؟ انك تلعب كورة كويسة وكورة جميلة تقدر من خلالها ان انت يبقى عندك فرص للفوز، ولا انك تفضل تدافع وبرضو بتخسر؟ ما هو دي مش كورة، وده مش منطق في الكورة. أو في مثلا بعض المناسبات اللي تقدر تدافع فيها عشان توصل لنتيجة معينة، مثلا لو مباراة ذهاب وعودة مثلا، أنت كسبان على أرضك وعايز تدافع تلعب بأسلوب دفاع عشان تخرج بالنتيجة المطلوبة فتتأهل مثلا يعني، لكن هي مباراة واحدة في الجدول أو في المجموعة، بتلعب مع كل فريق ماتش واحد، فلازم تلعب بشكل يليق بيك أنت كشعب مصري كمنتخب مصر. عندنا كمان اللي يغيظ ويضايق، عندنا لعيبه مميزه جدا في المنتخب الاولمبي، احنا مش عارفين نطلع بالكوره، مش عارفين نهاجم، مش عارفين هتيجي تقول لي طب ما هو برضو احنا لو هاجمنا جامد هنشيل كتير. طب احنا عملنا ايه يا جماعه مع البرازيل وايطاليا لما لعبنا كوره للمتعه بهدوء اعصاب؟ كان ممكن نكسب البرازيل وفعلا كسبنا ايطاليا. فانا بطلب من كابتن شوقي غريب المدير الفني الجيد لمنتخبنا الاولمبي
يا كابتن شوقي ارجوك ارجوك العب كوره بكره الفرصه الاخيره العب كوره يا كابتن، عايزين نهاجم عايزين نجيب اجوان، احنا لغايه دلوقتي الفريق الوحيد اللي في البطوله ما جابش هدف يعني، فدي حاجه سيئه جدا. اتمنى لهم يا رب كل التوفيق وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم باذن الله. طيب جدول المنافسات، مباريات بكره باذن الله، لان خلاص المنافسات تعتبر خلصت النهارده، ففي لسه عندنا عدد من المنافسات بكره في اليوم الرابع لاولمبياد طوكيو في الترايسون، ماتش على الميداليه الذهبيه لبسمله، نتمنى لها يا رب كل التوفيق، يمكن ان شاء الله تجيب لنا بكره ميداليه ذهبيه. في الرمايه الساعه 2 صباحا سامي عبد الرزاق ورضوى عبد اللطيف، في تنس الطاوله دينا مشرف الساعه 3، في الجودو 4 و3 دقائق محمد عبد العال، كمان في الريشه الطايره ضحى هاني، وعندنا في القوس والسهم يوسف طلبه وكلود منسي في الشراع، وكمان علي بدوي في الشراع، في الرمايه اسامه السعيد والزهراء شعبان، وفي تنس الطاوله عمر عصر، الريشة الطايرة هادي حسني وضحى هاني، وفي السباحة علي خلف الله، وفي السباحة أيضا مروان القماش، نتمنى لهم كل التوفيق ونتائج تكون جيدة بإذن الله للبعثة. هروح لفاصل سريع وبعد كده ناخد آخر فقرات الحلقة النهاردة، يلا بينا. بشكل سريع جدا خليني اخد تعليقات حضراتكم على سؤال الحلقه النهارده او رسائلكم للاعبي الاهلي بالتحديد قبل المباريات الهامه جدا المقبله. نبتدي باحمد البحيري واللي قال لاعبتنا رجاله وان شاء الله الدوري في الجزيره، عارفين انهم مجهدين من الضغط المباريات بس هم قدها باذن الله. تعليق مهم جدا وده يكفي بالنسبه لي، لان هي دي الرساله اللي احنا حابين نقولها للكل، ان الاهم ان شاء الله ان احنا ورا الفرقه والاهم الفوز في اي مباراه دون النظر لاداء او لمستويات بعض اللاعبين. عايز اقول لموسيماني كل سنه وهو طيب، النهارده عيد ميلاده وان شاء الله مزيد من التالق والنجاح مع النادي الاهلي ومزيد كمان من البطولات مع الفريق خلال الفتره اللي جايه. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. الى اللقاء.